بس انا مش ني دايموند. اكيد هتلاقي في الشيست، فعشان كده اوعى تجمع، هتجمع لما تقول دايموند. اوكي خد النقطه يا جماعه، اقدر اعمل لي سيف ومكتبه التطوير دلوقتي. والله قابلت، قابلت فعلا يا جماعه. اوكي يا جماعه، جمعت الدايموند اللي كان هنا، ودلوقتي اوه دايموند تاني. وات وات، دايموند كان هنا وعندنا دايموند هنا. لا يا جماعه الموضوع بجد حلو، لكن لازم اخلي بالي من اللعبه دي، عشان اخلي بالي لازم اطلع اول كاش اجي اكسر الدايموند بتاعك اللي هي فيها لايف. يلا بسم الله نكسر دلوقتي. كانت واحده بس، لا لا استنى استنى استنى، مش بعد كل ده في الاخر واحده. شوف تاني سنين اعتقد يا يبقى يبقى يا واحدة والله كنت هروح فيه كده دلوقتي، غير التلاتة اللي احنا عملناهم بجاكس. فخلينا نكمل تدوير. اوكي طرش قرب يخلص، يعني اعتمادي كله هيبقى عن ليفل ولا عن ايه؟ اوه ماي جاد، الحاجة الوحيدة اللي انا مصدوم منها ان الكافو ده قريب من ريسبون. متوقعتش كيف قريب من الجول وبلعب المنظر ده. ايه اللي جابك هنا؟ وفين اللاما؟ اللاما بتاعتك فين؟ ها؟ ها فين؟ بتدور عليهم يعني؟ سؤال بسيط منك، انت ليه كل حاجاتك زبالة؟ انت مالكش اي لازمة من قدام وشي دلوقتي. يعني الشيست بليت بتسعة، والبنطلون بسبعة، والبوت باربعة، والخوذة باتنين، والسيف باتنين. جاب النهائية 27 دايموند يا جماعة، هي دي اللي جابها النهائية. لو كنت حسبت البيجاكس كان هيبقوا 30 دايموند، لكن خلاص عملنا بيجاكس يبقى فاضل لنا. يا انا بحرق نفسي، لا وانا كنت هروح فين؟ يب وباكت اللافا مع الاسف راح. هنجيب من هنا، حاول بس تركز، بس جبناه. اوكي خلينا نطلع هنا كده، ازاي انا قاعد لافا مفيش. خد التاني يا مش عارف اعمل ايه يا جماعه. بس هو السيف حاجه بقى بنكسر، اعتقد هنشوي الايرون بتاع عشان نعمل سيف ايرون، عشان لو جالنا اي زومبي او اي سكلتو. فخلينا ادور، يا ريت بس الاقي الهدف اللي انا عاوزه. لو جبت الهدف اللي انا عاوزه يبقى خلاص. اسكت يا كرم ابو لا، ما مالكش اسئله اللازمه عندي. اوكي هنا، ايه ده تجري من ايه؟ في زومبي وراك؟ انا مش شايف زومبي يعني.
ها بيقول فعلا. اوكي خلينا ندور، مفيش غير ريدستون. من ساعة ما جيت الكهف ده ملقتش غير ريدستون ودايموند بس وايرون وجولد كمان، عشان ما نظلمش الكهف بس. اوكي في طريق من هنا يمكن الاقي دايموند. اوه لان سبونر، سبونر وسكيلتون يا ركن، سكيلتون يا ركن. لا 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 استنى 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 استنى، انا هحاول اكسر السبونر ده بسرعه بسرعه. اخيرا يا جماعه قتلت السكيلتون اللي تعبني ده، ومع الاسف كسروا لي السيف، يعني من اليوم راح اقتل بالاكس وبس. فخلينا ناخد ده نحتاجهم ونمت بتاعه الحصان. نايس. شوف عمال ادور فحم، في الاخر لقيت وانا جاي في الطريق، وفي الاخر جاب لي فحميتين. فخلينا ناخدهم مكان ماشي المكان ده، وده هيكون مكان خيط العنكبوت، وناخد العظمة عشان نعملها بني عشان رجعنا نعمل مزرعة، وخد دي والبودرة بيتكسر، وناخد الجنبودر بدل ما نفضل نيتي شوية كده بالغلط ونجمع لنا تي، ويمكن نحتاج التي انت في المستقبل. فنكسر الرسبونر عشان ما حدش يرسبونه. اوكي يا جماعة خليني اكمل، لو كان في سي دي كان هيبقى كويس، غير ان ملقتش سي دي، الله اعلم ليه اصلا كده كده سي دي ملوش اي لازمة عندي. اوكي هنا الايرون، انا عاوز اعرف بس هو الكرو ده عارف يجي الكافي ده ازاي؟ اهو انت جيت الكافي ازاي؟ الله اعلم يا جماعة، خليني اكمل بس بجد ولا لا ولا ننزل. اوكي دايموند وات وات يا جماعة، لسه ما وصلتش للطبقة ولقيت دايموند، لسه ما وصلتش للطبقة ولقيت دايموند، ايه الحظ ده يا جماعة؟ لا بس ثواني، الدايموند لسه موجود معايا؟ اعتقد اتحرق. والله كنت هروح فيها. ايه ده؟ شوف الجراب ده. اوه وصلتنا للسلب اربعة دي طلعت السلب 40 مش السلب 44، ايه الحظ ده يا جماعة؟ والله محظوظ جدا. خلينا كام؟ واحد اتنين تمامي تمام، كده نطلع في البلوكة. اوكي فاضل لنا دايموندايا شباب، فاضل لنا دايموندايا بس، خلينا ندور عليه. اوكي كان لنا محت جولد فخلينا ناخده، ولابس كمان. نايس دايموند لقيته لقيته، ثواني بس اخد نفسي خد نفسي خد نفسي بسرعة، لقيت اخر دايموندايا اخر دايموندايا. المشكلة في النفس والمشكلة في المية كمان، فانا اروح طيارة بسرعة بسرعة. ايوه كسر ده مضايق بسرعة. تمام اوف ده انت كمان، بس اطلع خد نفسك بسرعة. احنا شكلنا نشيل كده يا جماعة، على ما اكسره وارجع لكم تاني. اوكي يا جماعة جمعنا الدايموند اخيرا وخلصنا، هي اجت على دايموندايه واحدة بس، لكن ماشي يا جماعة تفضل معانا يمكن نحتاجها في المستقبل. فمهمتنا دلوقتي نرجع السرير ونطلع من الكهف ده أخيرا بعد كل الأيام دي، هنطلع من الكهف. فنزل من الكهف ده، ولكن لو حبينا نجي في المستقبل اكتبولي في التعليقات، علشان هنرجع الكهف ده يمكن قريب، الله أعلم نرجع له امتى. لكن جمعنا كمية الدايموند اللي احنا عاوزينها، فأعتقد ما عندناش نجي الكهف. يلا روح نتكلم على اللعبة. والله أخيرا يا جماعة رجعنا المكان اللي احنا بدأنا فيه البداية، فاكرين الشيست؟ الله وحشني. اوكي يا جماعة حتى الأرض نفسها وحشتني، طول الوقت عايش في كهف. فأخيرا شفت يعني أقدر أعمل الدروع ده من دلوقتي. فطبعا يا جماعة كنا وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسى اللايك والاشتراك، ومع السلامة.